هو سوق نموذج من الجيل ديال سيدنا. هاد الناس جات خصنا سوق نموذجي بالثمن، المدن كلها كتوفر على سوق نموذجي، وحنا جاو ناس باش يهزوا بيد هاد المدينه على اساس غيبنيو لنا سوق نموذجي. سيد العمدة ما بقاش، والان سيد العمدة كيفوت واحد المرفع اللي ما كيصرفش عليه حتى درهم، كيصيفط لنا البلطاجيين. وانا البارح ها هو كان غيضربني بلطاجي ديال السي شباط ومن انتاجي، والسيد راه داير عائله بدون كارية، وراه كارية تاع المؤسسه العسكريه. عسكرية عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. مواليد 1956، محرر بجمعيه اهل فاس لتجار السمك. هاد الوقفه الاحتجاجيه كتجي على استنفاد جميع الحلول الممكنه من مقترحات ومراسلات تجاوز 50 مراسله الى المسؤولين المحليين، سواء كانوا منتخبين او السلطه الوصيه. ولا حياه لمن تنادي. بالنسبه للموضوع ديال الوقفه الاحتجاجيه، هو مجموعه ديال التدابير لا شعبيه لا ديمقراطيه بدون استشاره، يعني تدابير فوقيه بدون استشاره المهنيين، يعني السوق لا يستجيب للمواصفات. هناك اجهاض لمشروع بناء سوق نموذجي من الجيل الجديد، اول مبادره ديال الالفيه ومؤسسه وكاله التنميه من اجل الشراكه الامريكيه مع وزاره الصيد البحري، كانت بدات بهذه المدينه العالمه العتيقه نظرا لوزنها الروحي والعلمي والاستهلاكي. فاس عند تجار السمك في المغرب تعتبر مدينة استهلاك السمك بامتياز، إذن فتستحق السوق في المستوى. إلا أننا نفاجأ بمسؤولين يقررون في غفلة منا. ونقول لهؤلاء المسؤولون، نقول لهم بأن أي استهداف للقوت اليومي للجماهير الشعبية فهو مدان، وسنرد عليه بجميع الأشكال النضالية. أما فيما يخص نطالب بالتحقيق في إجهاض مشروع بناء سوق نموذجي، عيش الملك، نطالب أولا بفتح تحقيق من الذي أفسد المفاوضات مع تحدي الألفية ووكالة الشراكة من أجل التنمية. عيش الملك أولا. ثانيا هناك صفقة مشبوهة تمثلت في نقل تجار وحاملي ومساعدي وجميع الشرائح الاجتماعية التي تستفيد من سوق السمك من عين قادوس إلى هذا المكان اللعين، لا هو جغرافيا ولا هو صحيا يستجيب لمواصفات. نطالب بفتح تحقيق الكلفة التي بني بهذا السوق الذي لا يستجيب لتصميم الواد الحار لاسينيسمون. كيف يعقل؟ أين هي الوكالة الحضرية؟ أين هم المسؤولون على التصميم؟ لماذا بني سوق نموذجي للسمك بدون شبكة الواد الحار؟ ومع ذلك تكبد التجار سواء بالتقسيط أو بالجملة، والعمال والمناولين تحملوا هذا العناء وقاموا بعملية إصلاحية تمثلت في إصلاح هذا الوباء الجماعي المتمثل في التقرير في غفلة عن الجماهير. ومن هذا المنطلق نطالب بفتح تحقيق في هذه التدابير المشبوهة، سواء كانت تدبير مفوض أو سواء كان، ونطالب بإلغاء ما يسمى بباك صاحبي، التفويت لصالح باك صاحبي. هذا مغرب جديد، مغرب محمد السادس، مغرب مؤسسات قوية. نطالب بمحاسبة الفساد والمفسدين، ومن الآن فصاعدا كمجتمع مدني وكمواطنين نساهم في انتخاب مجالس لتدافع عنا، فإذا بنا نصطدم بمسؤولين لا يستجيبون لنا في الوقت الذي رئيس الدولة جلالة الملك
يجوب الوطن طولا وعرضا ويستنط ويتصنط ويستمع لرعاياه ولمواطنيه. كيف يعقل؟ كيف يعقل أزيد من 50 مراسلة إلى الجهات المسؤولة لحوار من أجل وقف النزيف والتفكير في بديل حقيقي يستجيب لتطلعات هذه الجماهير التي لم تأتي كلها، بل جاء البعض فقط نظرا للصيام، ونشكرهم على ذلك. نطالب من الآن فصاعدا، هناك مشاكل ولكن يجب فتح قنوات الحوار جميعا من أجل قنوات الحوار، فنحن لا نسد أبوابنا يعني نتركها مفتوحة، لأننا سندخل منها ذات يوم. ومناشدة لكل المسؤولين، هذه وقفة احتجاجية لدق ناقوس الخطر، لأن الآتي سوف يكون ربما مرا في حالة عدم استجابة المسؤولين. فما هي مسؤولية؟ هل مسؤولية المسؤول أنه يخرج ويعاين المشاكل ديال الشعب ولا يجلس في الكراسي ويصدر قرارات الأوراق؟ نقول لا. المنتخب المسؤول لا ثم لا لتدبير المفوض. المطالب اللي كتطلبها الجمعية بأن الناس اللي ما استفدوش من المواطن، حنا واحد المجموعة، واحد الشريحة كبيرة اللي كتخرج 150 موتور، استفدوا منها 18 موتور هي اللي استفدت. اي اطار التنميه البشريه، اطار التنميه البشريه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بغينا في التحقيق اين ذهبت الدراجات الناريه؟ شحال كانوا وعدوكم؟ الناس المستهدفين ما استفدوش من الدراجات الناريه. شحال كانوا وعدوكم؟ 150 موتور. شكون اللي وعدكم؟ وعدتنا الناس اللي كانوا مسؤولين على المبادره الوطنيه، مدام الرامي. نعم. كانوا وعدونا بان كل شيء غادي يدوز رخصه السياقه، ومن بعد تبين بان حتى شي واحد ما دوز رخصه السياقه، وتفوتوا لواحد الناس لواحد الشريحه لواحد. تنطالبوا بفتح تحقيق. تنطالبوا بفتح تحقيق في هذا الموضوع هذا. تشرب غير قرعه هذا الماء خصك 100 دريال، ما كاينش فيه الماء كاع، باش تغسل ولا باش هذا، وعلى ريحه العينين الفرعات، ريحه الحمص. شكون المسؤول؟ المسؤول هو هذا السيد هذاك دريس، المسؤولين بزاف هاد الشفار. ما كاينش اللي كيعقل عليك، ما كاينش اللي يثبت عليك. شحال من واحد طاح تما هرسو داوى مشى بحالاته، جات لابيرانس بزاف، شحال من واحد ولا عوا. هاهما هنايا الناس، هاهما الناس هنايا كاين اللي عينيه تنحرقوا بريحه الحنش. السوق ما فيهش الماء، عمركم شفتوا شي سوق في الحوت ما فيهش الماء؟ الماء ما كاينش. شكرا. في غير الرشوه وأراتشوف، إلا كاين عندك أراتشوف، هي ما عندك ما يعقل عليك حتى شي واحد. سميتي فاطمه، نبيع الحوت عيالي. نعم. هذاك السوق ماشي سوق ديال بيع الحوت، السوق فيه الريحه وما مصلوحش، ما فيهش الواد الحار، فيه الناس كيتعداو على الناس. ذاك النهار انا عاد مرات ديك الريحه، بنادم تما كيحكر على بنادم، الماء ما كاينش. المهم شروط السوق ماشي هذيك هي الشروط. ريحة الخنز ما تتحيش. ريحة الخنز طاروا تما في الجبال كيبقى سيمانة. شكون المسؤول على هذا الشيء؟ المسؤول هي البلدية والدولة. دريس ما كاين لا دولة لا والو. باهي فاش كتمخر شي صندوق كيجيو يديو لك 5 دراهم 6 دراهم ولا ما خرج، وهذا المسكين شنو ياك؟ صيفط لنا البلطاقية الخالد هذا والمرأة ديها بلا كاغيط تتخلص خلصة عسكرية. رجل كان سابق عسكري وتوفى وتتخلص خلصة عسكرية، وديرنا تحريض حامد السبطي وحامد صابات، ديرنا تحريضهم صيفطوا لنا لهنا الزراية وتيسبنا باش نضربوا حنايا، باش نتمناو حنا ماشي قانونيين، حنا ما تنهضروش قانونيين، هذا راه بلطاقي ومصيفطوا لينا. السلام عليكم. انا الاسم ديالي شحم خالي. الصفة؟ شنو الدور ديالك؟ حارس سوق السماء. نعم. شنو بغيت تقول؟ شنو التصريح اللي بغيت تقول؟ شنو بغيت نقول؟ هاد الناس هذه عام ونص وانا خدام معاهم ما خلصونيش. وهاد الهضره اللي تيقولوا على سوق السمك، باش ينقيو هاد سوق السمك؟ هما اللي موسخين.
هما اللي تيسرقوا الروبينيات على الصباح تيخليو الماء تيشرشر. اذا انت الان حارس. انا حارس سوق السابع. ما هو الاشكال ديالك؟ الاشكال ديالي السبب ديالي هي 3 طن ونص ديال داك الحوت السمك اللي شتي انت بعينك. هذيك هي اللي جعلتهم باش ما بقاش يخلصوني. وباش طالب الخلاص ديالك انت. طالب الخلاص ديالي. انت شنو المطالب ديالك الشخصيه؟ ديالك شنو هي المطالب ديالك؟ انا خصني القانون يقبض لي حق ولدي. زيد عندي. عري دارك. عري دغيا. تعرضوا له. هذوك هذوك المعلمين البندورة تعرضوا له داروا له 50 غرزة هنا هاي. وفين هو القانون؟ فين هو الحق؟ إذا أنت طالب باش فتح التحقيق وأيضا بالخلاص ديالك. بالخلاص ديالي وخلاص دولادي شد هكا. وهانت هادو اللي تيهضروا تيقول لك حنا الجمعية رجال. ها هو سعد بوحرامة داير الاستقالة ديالو هاهي. الاستقالة بالله مجلدها في هاد الجمعية. بالله هما شفاره وكذا وما صالح لهم ما صالح لهمش هادي دا هادي ديال حميد بن زهرة استقاله ديالو من الجمعيه هادي كان صيفطني بغا هادي هادي كانوا ضربوا لي الولد الكبير عاوتاني ودرت تنازل لهاد بوشة صابون. نعم عندك فوتوكوبي. أجرة يخلصوني في رزقي. وتنطلب من 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 السلطة الداخل على هادو على هاد الناس هادو هاد الجمعيات أهل فاس بها. راه دايرة واحد الخطر تما.